حقيقية. أنا بقول الحكومة بالتعاون مع البرلمان يجب أن تضع هذا البرنامج، ويجب أن نناقشه، ويجب أن يقتنع به الأغلبية من المواطنين، يقتنع به الأغلبية من المواطنين. نتيجة في الآخر التنفيذ ده للمواطن، الإصلاح ده للمواطن وليس ضد المواطن. بعض الناس اللي سمعاني هو الناس مستحملة، هو الناس كذا، لا، بس في فرق ما بين إن أنا يبقى عندي جرح وعمال ينزف وانا مستحمل ان شويه دم وبتاع، بس انا عارف انه لو فضل هيتصفى دمي، ده ممكن يعمل غرغرينه ويحصل بتر، تمام، بس ايه، ممكن اتناسى. التناسي ده خطر جدا جدا، لازم اقف واشوف الجرح فين وداويه. هتألم شويه، هتعب شويه، بس بعد شويه الجسم كله هيبقى كويس. أنا دلوقتي ضيفي رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس